بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، صلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل صلاة وأزكى تسليما. مرحبا بكم خياتي في فيديو جديد لنهار اليوم، إن شاء الله تكونوا بخير ومهنيين في صحة جيدة. وش راكم خياتي وش راهم أحوالكم؟ إن شاء الله يا رب العالمين تكونوا في أحسن الأحوال. قبل ما نبدأ محتوى هذا الفيديو ما تنسوش بلايكاتكم باش تشجعوني، ودائما ان شاء الله نحوس لكم على الجديد. وكذلك اذا كنت اول مره تزور القناه ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس كي يصلكم كل جديد مباشره. المقادير وطريقه التحضير على بركه الله. اليوم حنعمل وصفه ديول بطريقه سهله وسريعه جدا. صراحه نفتخر بزاف باش نشارك معكم هذه الوصفه لانها نتيجتها فرحتني بزاف، لان هذه الطريقه عمليه لاقصى درجه، يعني رائعه. هذه الطريقه اول مره في قناتي نشاركها معكم بكل التفصيل، ان شاء الله حتى انتم تعجبكم. بالنسبه للمكونات نفسها، مكونات تاع ديول اللي عملتهم بالقرعه، نحتاج 4 كؤوس فرينه، نحتاج ملعقه صغيره ملح، ونحتاج 7 كؤوس من الماء. نحرك مليح، من بعد نخلط كل المكونات بالخلاط او بالبغا، المهم لازم نحرك جيدا باش ما تبقاش هذوك التكتلات. المهم تبعوا كامل المراحل وراح تنجح لكم الوصفه 100% ومن اول تجربه. بعد ما نخلط مليح راح نصفيه في الصفايه تكون رقيقه. بعد ما صفيته نفرغه في صحن يكون واسع، خاطرش اليوم راح نعمله بالقدره بالقاعده ديالها. جاو ديول بزاف بزاف هايلين، ما كانش فرق بينهم وبين اللي يتباعوا برا. برك هذو كي يطيبوا يرطابوا يكونوا طريين بزاف، ولكن كي نقليهم في الزيت راح يجوا مقرمشين نفس البنه تاع المحلات. ندهن القدر ديالي بقطعه تاع الشحمه باش ما تلصقش كما راكم تشوفوا، من بعد نمسحها بقطعه من الورق. نحط القدرة فوق الخليط كما راكم تشوفوا، القدرة ديالي طبعا تكون سخونة باش يلصق هذاك الخليط، ونحطها مباشرة فوق النار تكون خفيفة بزاف كما راكم تشوفوا، ونخليها حتى تنشف وتبدأ تتنحى من الأطراف وتتنحى بكل سهولة. بعد ما تشوفوا الورقة ديالكم نشفت تماما، نحاول نحيها بالعقل غير بشوية وما نخليهاش تطيب بزاف باش ما تيبسش. بهذه الطريقه نعاون روحي بلا سباتيو او بملعقه خشبيه باش تتنحى بسهوله كما راكم تشوفوا. طريقه سهله وسريعه وكذلك عمليه، صراحه انا هذه الطريقه عجبتني بزاف وفرحت اني النتيجه ديالها. درت لكم طريقه تحضير ديول بالقرعه في الفيديوهات الاخيره، درت عدة وصفات في القناة، ولكن هذه الطريقة رائعة أيضا. نعاود بنفس الطريقة، ندهن القدر ديالي بالشحمة كما راكم تشوفوا. إلا ما عندكمش الشحمة دهنوا القدر بالمارغرين، ولكن طريقة الشحمة عملية جدا ما تلصقش القدر ديالكم أو المقلة ديالكم. بعد ما طيب الورقه ديالي نحيها مباشره، نغطيها بقطعه قماش او كيس بلاستيكي، وكل ما نحط واحده فوق اخرى ندهنها بشويه تاع الزيت باش ما تلصقش. انا نكمل كامل بنفس الطريقه ونتلاقاو مع بعض في مرحله القلي. وهنا كفكره برك راح نعمل لكم الحشوه باش نقلي الحبات باش تشوفوا النتيجه ديالها لمصداقيه الوصفه. ونبدا نعمل اوراق ديول ديالنا بالطريقه العاديه، من بعد نقليهم عادي في الزيت على نار متوسطه، ما نقوش النار باش يجوا مقرمشين. نكمل كامل الكميه اللي عندي، ومن بعد نتلاقى في صحن التقديم.
وهذا هو الشكل النهائي لوصفتنا لنهار اليوم اللي اكيد راح تعجبكم. جاوا مقرمشين، يعني ما كاش فرق بينهم وبين اللي يتباعوا برا، مقرمشين وخفاف. نروحوا كامل الى البحر تاع الصبلت مع المانيج اللي كان تماك، اجواء رائعه يا البنات. نخليكم مع الفيديو، نتمنى يكون عجبكم. اذا عجبكم ما تنسوش ديروا لي جيم وتبارطاجيو مع الاصدقاء. نتلقاو في فيديو جديد عن قريب، مع السلامه.